الصراع الأوكراني الروسي باختصار. كل العيون على أوكرانيا الآن. ماذا يحدث؟ هل ستبدأ الحرب؟ ولماذا أوكرانيا؟ لروسيا وأوكرانيا تاريخ مشترك، سواء في الماضي أو الحاضر. تعود أصول الشعوب والبلدان التي تطورت لتصبح روسيا وأوكرانيا اليوم إلى كييف والإمبراطورية التي نشأت هناك في القرن العاشر. وبعد مرور 1000 عام كانت كل من روسيا وأوكرانيا جزءاً من الاتحاد السوفيتي. في العام 1954 وبعد 300 عام من معاهدة برياسلاف، عندما أقسمت أجزاء من أوكرانيا الحالية على الولاء لروسيا، أعطى الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف شبه جزيرة القرم لأوكرانيا. وفي العام 1991 انهار الاتحاد السوفيتي وأصبحت أوكرانيا وروسيا دولتين مستقلتين. ما الذي يحدث الآن؟ منذ الاستقلال تتأرجح أوكرانيا ثاني أكبر دولة في أوروبا بين الاقتراب من الاتحاد الأوروبي والاقتراب من روسيا. وفي العام 2014 اندلعت احتجاجات دامية تركزت في ساحة الاستقلال في كييف ضد الرئيس الموالي لروسيا فيكتور ياناكوفيتش وحكومته. فر ياناكوفيتش في النهاية من البلاد، وتحت حكم خليفته اقتربت أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي أوائل ربيع 2014 ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في انتهاك للقانون الدولي، وانضمت إلى منطقة دانباس بشرق أوكرانيا أجزاء من مقاطعتي دينيسكا ولوغاناسك التي يحكمها اليوم انفصاليون تدعمهم روسيا ولديهم علاقة اقتصادية وعسكرية وثيقة مع موسكو. يوم الاثنين 21 من فبراير اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتي لوغانسك ودينسكا، وأمر بإرسال ما أسماه قوات حفظ سلام إليهما. لماذا الآن؟ لا توجد قائمة شاملة وسهلة الفهم للنقاط حول سبب تبني بوتين وروسيا الآن نهجاً شديد العدوانية تجاه أوكرانيا. ما يحدث الآن استمرار للصراع المشتعل منذ عام 2014. وهو الصراع الذي أودى حتى الآن بحياة حوالي 15,000 شخص. في العامين 2021 و2022 حشدت روسيا في موجات مختلفة العديد من المركبات القتالية والمدفعية وأكثر من 100,000 جندي في المنطقة الحدودية مع أوكرانيا. الكرملين قدم قائمة مطالب نهاية العام 2021 ورد فيها انسحاب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من جميع البلدان التي كانت جزءاً من الكتلة الشرقية السابقة، عدم السماح لأوكرانيا أو الدول الأخرى بالانضمام إلى حلف الناتو. وزعم بوتين أن تواجد الناتو في أوكرانيا يجعل موسكو هدفاً لصواريخه خلال 4 دقائق ونصف، وهذا ما لن يسمح به الروس. لكن القوى الغربية رفضت المطالب ووصفتها بأنها غير معقولة. محللون رأوا في الخطوة الروسية الأخيرة تمهيداً لغزو أوكرانيا، فيما رأى آخرون أن الغزو بدأ بالفعل. فبرأيكم إلى أين تتجه التطورات؟